هدف جميل ايضا الموسم الماضي امام الاسماعيلي، كان في عواد، فاول قرب الرايه الركنيه كده لعبها على طول في المرمى بسويرف قوي محمد اشرف، وفيها القوه وفيها السرعه. نشوف الهجمه دي الاول لصالح نادي الشرقيه لكن بيفتقدها هنا في اللقطه اللي فاتت. اللاعب محمود رامبو شارك كبديل، المواقف الطريفه ايضا هذا الموسم مش طريفه لمحمود رامبو في اللقاء المصري بورسعيد، اللقاء اللي انتهى 1-0 على استاد الجيش برج العرب. شارك كبديل ارض لكن غير متقن عصام صبحي، عصام لعصام، ولكن عصام صبحي بيحاول هنا ايضا التمرير ولكن عن طريق الخطا، تمريره مقطوعه ترجع لطلاع الجيش، عصام لعبد العزيز توفيق، قوه التدخل التاكلينج ايضا موجود من حسام حسن هداف نادي الشرقيه. كابتن طارق يحيى بيتكلم مع عصام صبحي، مش غريب عليه طبعا نادي طلاع الجيش، تولي القياده الفنيه المواسم السابقه لنادي طلاع الجيش اللي بيعود له مره ثانيه الكابتن طارق يحيى بعد ما بدا الموسم مع نادي الشرقيه بيعود لنادي طلاع الجيش. نادي الانتاج الحربي طارق يحيى خبره موجوده في الاداره الفنيه، بقى حوالي 10 دقائق من عمر الشوط الاول، نيكولاس داو ما يعملش الكنترول لكن حكم اللقاء يدي الفاول على المهاجم، يدي الفاول على صاحب الهدف. كره مع نادي الشرقيه، سمير فوزي من ناحيه الشمال يطلع بيها عصام عبد الستار، هل يتقن العرضيه المره دي؟ عرضيه ارضيه، تمرير ترجع مره ثانيه نفس كره الهدف لنادي طلائع الجيش، لكن التكتل الدفاعي لصالح اصحاب الزي الاحمر هنا بيقدر انه يقطع الكوره. عماد السيد تشتيته اماميه لكن ترجع في نص الملعب، سمير فوزي من اكثر اللعيبه اللي لمست الكوره البينيه، محمد عبد الحميد عايز يحط رجله لكن تغطيه العكسيه من عصام، ترجع لصالح نادي الشرقيه حسام حسن. اكثر الاهداف اللي سجلها حسام حسن من ضربات جزاء نادي الشرقيه في الدور الاول، توصل الكوره جوه 18 او على خط 18 تترد مره ثانيه، ترسانه دفاعيه معموله من لاعبي نادي طلاع الجيش، الفاول موجود وروح طيبه ايضا من محمد عبد الحميد. قلت لحضراتكم حسام حسن لاعب نادي الشرقيه وهداف الفريق بخمس اهداف، اربع اهداف منهم عن طريق ضربات جزاء امام انبي وامام اسوان وامام طلع الجيش وامام مصر المقصه. الهدف الوحيد اللي سجله مش من ضربه جزاء امام الاتحاد. القياده الفنيه الثالثه المتغيره لنادي الشرقيه هذا الموسم، كابتن علاء عبد العال، والفوز الثاني لنادي الشرقيه في الفوزين اللي حققوهم الحقيقه من 17 لقاء. ادي الكره الاماميه، الحكم بيدي الادفانتج، بيدي تحت الفرصه لصالح نادي الشرقيه ناحيه الشمال، سمير فوزي يلعبها الرامبو صاحب القميص رقم 24، المهاره موجوده والتمويل ثانيه عند سمير، غير اللعب في اكتر من كوره يمين وشمال سواء محمود رامبو او سمير فوزي، هنا قاري الملعب بشكل طيب. حازم شعيب يلعبها لمصطفى عفروتو، ثنائيات اللي موجوده نادي الشرقيه، الكره الاماميه حلوه المره دي، لا حلوه المره دي لكن محمد اتلعبت وراه من مصطفى عفروتو فيها القوه المناسبه، يجري بقى هنا محمد عبد الحميد وقدر يعمل عليها الكنترول، كان ممكن محمد السيد نادي الشرقيه بيظهر بشكل جيد في الشوط الاول لكن لسه كابتن طارق يحيى ايضا قادر ان يتقدم حتى الان في اصابه شعيب صاحب القميص رقم 7 لاعب نادي الشرقيه. حازم شعيب الكوره والانطلاقه بتاعت عصام صبحي واخد تعليمات منذ بدايه اللقاء بالانطلاقات، قلت لحضراتكم انطلاقتين لكن الاسيست الاروع والاسيست الجميل من حسن يوسف لنيكولاس داو بهدف اول هز الشباك 18 من عمر هذا الشوط، لسه حوالي